لم يجد فريق البشائر أدنى صعوبة في تجاوز عقبة نادي أهل سداب بعد فوزه الكبير بنتيجة 84 نقطة مقابل 54 نقطة، وذلك ضمن منافسات بطولة كريدت عمان لكرة السلة. نحن للتو قادمون من بطولة أبوظبي، حيث لعبنا بطولة قوية للغاية مع فرق مميزة، وكانت هذه المباراة تحدي بالنسبة لنا لمعرفة مدى الاستفادة من البطولة. البشائر وبعد مشاركته مؤخرا في بطولة الوحدة الدولية بأبوظبي دخل المواجهة بقوته الضاربة المتمثلة في كتيبته المدججة بالنجوم، حيث فرض اللاعبون سيطرتهم الكاملة على مجريات الربع الأول والربع الثاني، والتي انتهت بواقع 49 نقطة مقابل 26 نقطة. كانت مباراة طيبة والشباب ما قصروا يعني، وهذا نحن جايين من أبوظبي استعدادات إن شاء الله للموسم وتوفيق من رب العالمين. والله بطولة طيبة صراحة، انها تفيد اللاعبين المحليين ونكتشف لاعبين، يعني في لاعبين ما يحصلوا فرصة في الدوري لان انت عندك محترفين وكذا، بس في الدوري الحين في بطولة كريدت كل لاعب عنده فرصة انه يظهر نفسه ويبرز نفسه في المباراة. وواصل لاعب البشائر تألقهم في المباراة، وتنوعت اساليبهم في التسجيل ما بين الثلاثيات وتسجيل الثنائيات، الامر الذي عقد من مهمة اهل سداب الذي رضخ للخسارة. هلا هي بطولة ودية تحضيرية، أنا بعتبرها الفريق لسه عم يتجهز، نحن من 3-4 أيام حتى اجتمع الفريق بشكل كامل، كان عندنا غيابات في المباريات السابقة، إن شاء الله تحضيرنا هو للدوري، عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين، السنة النادي عملوا انتدابات جيدة باللاعبين المحليين، إن شاء الله نقدر نكون منافسين على بطولة الدوري. ويأمل البشائر في مواصلة عروضه القوية في هذه البطولة، رغبة لاعتلاء منصة التتويج من جديد بعد أن ظفر باللقب في النسخة الأولى. أحمد بن حسين العجمي، محافظة مسقط.